في الأمازون تم حرق أكثر من 7 مليون هكتار، أما في أستراليا حالياً فقارب 14.7 مليون هكتار من الأراضي المدمرة. حرائق الغابات تحدث بشكل متكرر. سرعة انتشار الفيروس خارج الصين أثارت قلقاً دولياً، دقت على أثره منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر وأعلنت حالة الطوارئ العالمية. عدد من الأشخاص لقوا حتفهم بعد أن ضربت أعاصير ولاية ميسيسيبي جنوب الولايات المتحدة والويزيانا متسببة في أضرار كارثية. وفوجئ المرة بجوار مقر نادي الزمالك في 100 عقبة باللافتة، والتي كتب عليها نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات. كمان نهد العلم بكرة وأرفقها بشعار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج البونبوني. سنة 2009 صدر فيلم اسمه 2012، 3 سنين دول راحوا فيه. الفيلم ده كان بيتكلم عن نهاية العالم. ونهاية العالم الفيلم قام ببساطة على نظريات العلماء اللي بتقول ان العالم هينتهي في 2012. ببساطة شديدة هيحصل فيضانات، براكين، زلازل، عواصف، كل حاجة ممكن تتخيلوها عشان العالم ينتهي زي ما احنا عارفين. عدت 2012 واحنا دلوقتي في 2020 مفيش اي حاجة. العالم شغال عادي، وبنصحى الصبح بدري نروح الشغل، وبنصحى الصبح بدري نودي عيالنا المدارس، وبنعمل لهم اللانش بوكس، كله تمام. في بداية سنة 2020 كل وكالات الأنباء العالمية أنذرت بحرب عالمية ثالثة. الصين هتحارب أمريكا، ومصر هتحارب تركيا، وليلة كبيرة قوي سعادتك مفيش حروب حصلت لحد ما ظهر فيروس كورونا. لحد الوقت اللي اتكتبت فيه الحلقة دي عدد المصابين في العالم على مستوى العالم عدى فيه 800,000 أو ممكن يكون وصل مليون، وفيات كتيرة جدا في بلدان مختلفة. بس اللي احنا متأكدين منه ان كورونا هيعدي زي ما غير عاد. تفتح بقى وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي الناس متقسمين لأربع أنواع. النوع الأول الطب الوقائي، النوع الثاني حكيم القرية، النوع الثالث مركز إدارة العالم، النوع الرابع مفضل إلي أنا شخصيا قريب إلى قلبي اللي هم عايشين هناك في الجنينة ملهمش دعوة. يا عم العالم هينتهي، لا احنا نضرب سندوتشين كبدة يا سيدي. بقولك هينتهي كبدة خلصت نجيب سجق، ملهمش دعوة بأي حاجة. الخلاصة يا جماعة عشان ما نضربش عليك، مش لازم يكون عندك الحل والخطوات الوقائية، مش لازم تقول رأيك في كل حاجة بتحصل، مش لازم تكون كل حاجة بتحصل مؤامرة كونية، ممكن تكون بسبب غلطاتنا احنا، ومش معنى كلامي ان يكون عندك لا مبالاة. ربنا بيطمنا كل يوم في الكتاب المقدس، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. الكتاب المقدس بيقول لنا كل يوم لا تخاف 366 مرة، كان عامل حساب السنة الكبيسة اللي احنا فيها. خير الامور الوسط.